مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم في موضوع اليوم. يتواصل مستوى التصعيد الكلامي في المواقف بين الصين والولايات المتحده على خلفيه صراع النفوذ في اسيا ومحاولات احتواء الصين والتوتر بشان تايوان. وكان الرئيس الامريكي جو بايدن اعلن بدايه الاسبوع في طوكيو شراكه اقتصاديه جديده في منطقه اسيا والمحيط الهادئ تضم 13 دوله من بينها الولايات المتحده واليابان. وانتقدت الصين المبادرة الأمريكية واصفة إياها بالأداة السياسية التي تستخدمها الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها الاقتصادية الإقليمية. وسنتابع بكل تأكيد تداعيات وفصول هذا التوتر بين الجانبين. للمزيد عن كل ذلك ينضم إلينا الدكتور عادل فرج، مدير المرصد الدولي للدراسات والبحوث الجيوستراتيجية والجيوسياسية. أستاذ عادل فرج، أهلا بك. أهلا بكم، أهلا بالمشاهدين وأهلا بالضيف الكريم. شكرا لانضمامك إلينا. ينضم إلينا أيضا الأستاذ الحسين قنون، رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية. أهلا بك أستاذ قنون. أهلا أستاذ محمد وأهلا بالأستاذ عادل وتحية للجميع. مرحبا بك أستاذ عادل فرج. أبدأ معكم، بعد أن كان الكل منشغلا بمجريات الحرب في أوكرانيا برزت إلى الواجهة من دون مقدمات هذه معالم الصراع في آسيا بهذه الجولة التي قادها الرئيس الأمريكي، هذه المبادرة الاقتصادية، التصعيد الكلامي في المواقف أيضا بشأن تايوان، لماذا كل ذلك الآن؟ فعلا الزيارة الخاصة بالرئيس الأمريكي برئيس الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المنطقة، أولا لطمأنة الحلفاء، هناك حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية في تلك المنطقة. نقطة ثانية وهي تفعيل كذلك حلف كواد. حلف كواد الذي تضمن الذي يشمل كل من اليابان وكوريا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والهند. إذن المنطقة متوترة، ليس فقط إشكالية الهند. هناك إذا حاولنا تحليل مبادرة الرئيس الأمريكي يجب الرجوع إلى تصريح وزير الخارجية. وزير الخارجية تحدث عن 4 عناصر أساسية للسياسة الخارجية المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. أولا، بلورة استراتيجية مؤقتة، بمعنى أن هناك في ظل الصراع محاولة هيمنة الصين على تايوان، هناك الصراع التجارب النووية التي تقوم بها كوريا الشمالية، هناك كذلك أهمية أو صراع حول من سيحاول الهيمنة على الممرات البحرية، ونحن نعرف أهمية الممرات البحرية تجاريا واقتصاديا. وبالرجوع إلى خطاب في نفس الوقت بالرجوع إلى الخطاب وزير الخارجية، فإلى جانب الاستراتيجية المؤقتة هناك كذلك عنصر آخر وهو ما يسمى بالعوامل المضاعفة للقوة، وهذه المصطلحات وردت في خطاب وزير الخارجية. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تريد طمأنة العالم، تريد أن تؤكد عدم انشغالها فقط بالأزمة الأوكرانية، ترى أنه يجب أن تعطي أهمية بشكل متوازن كذلك لهذه المنطقة على اعتبار أنها منطقة يوجد فيها بناء على خطاب وزير الخارجية كذلك أكبر تحدي جيوسياسي وهو الصين. ولو قمنا بتحليل خطاب وزير الخارجية سنلاحظ أن ما يقوم به حاليا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سواء بالنسبة لكوريا الجنوبية أو اليابان أو في علاقته بالهند ما هو إلا تناغم أو محاولة إنزال مجموعة من المقتضيات، مجموعة من الاستراتيجيات، سواء استراتيجيات جيوسياسية بمحاولة تطويق الصين اقتصاديا وعسكريا، كذلك محاولة الحد من دعم الصين لروسيا. هناك كذلك تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستظل حليف استراتيجي في المنطقة. إذن هناك مجموعة من الأهداف وراء هذه الزيارة، قد تكون أهداف اقتصادية، قد تكون أهداف عسكرية، وأهداف اقتصادية بعيدة المدى. لو قمنا بتدقيق شيئا ما في المشاريع التي تقدم بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كوريا الجنوبية، أي ما يتعلق مثلا بزيارته لمصنعين كمصنع سامسونج ومصنع هونداي موتورز فيما يتعلق بصناعة الرقائق الإلكترونية، وكذلك فيما يتعلق بالصناعات للسيارات الكهربائية. بالرجوع إلى خطاب
بلينكن نجده يتحدث عن الريادة التكنولوجية، نجده يتحدث عن الطاقة الخضراء. إذن هناك نوع من التناسب أو نوع من التجانس ما بين السياسة الخارجية للولايات. تفضل اختم الجملة. هناك نوع من التناغم والتجانس بين ما تم إعلانه من طرف وزير الخارجية وما بين أهداف نزاع تايوان. لا أظن أن فقط هناك نزاع تايوان، هناك عدة قضايا خلافية، مشاكل. نعم سيدي، عدة قضايا خلافية. نعم. تقصد هناك عدة قضايا خلافية، هناك قضايا تجارية، هناك قضايا سياسية، هناك قضايا اقتصادية، هناك مشكل الأقليات في الصين، هناك التجارب النووية في كوريا، هناك عدم الثقة لحد الآن رغم أن هناك تحالف تترأسه الولايات المتحدة. طيب. الأمريكية. يجب أن نحلل شيئا ما العلاقة ما بين اليابان وكوريا الجنوبية كذلك. سنأتي إلى هذه النقطة أيضا أستاذ عادل فرج، شكرا جزيلا لك. أستاذ الحسين جنون، هذه القضايا كلها كانت لنقل كامنة في الخلافات، في سلة الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، سواء تحدثنا عن الجانب الاقتصادي، الأبعاد الاستراتيجية أيضا والنفوذ في بحر الصين ومسألة تايوان وغير ذلك والمنافسة والابتكار وكل ذلك. لماذا الآن لربما تستنفر الولايات المتحدة الأمريكية جهدها من أجل التركيز على بعد تحصين الواجهة الأطلسية على لربما بلورة مبادرة لربما لاحتواء الصين اقتصاديا حينما نتحدث عن اليابان والهند وغير ذلك؟ نعم أستاذ سي محمد، أنا أعتبر في اعتقادي الخاص الجاسي اعتقاد صميم على أن زيارة سيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لآسيا، للدول الآسيوية وخاصة كوريا الجنوبية واليابان في هذه الظرفية بالذات، إنما يدخل في إطار تشكيل تحالفات مضادة للتحالف الروسي انطلاقا من الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق من تقارب وجهات النظر الروسية الصينية. وهذا التحالف المضاد في هذه الظرفية بالذات أنا أعتبره لا يخدم السلام العالمي ولا يخدم الأمن العالمي، وإنما يزيد في التوتر والأزمات على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية أو على مستوى يعني التوجه بطريقة أو بأخرى الصينية التايوانية، على اعتبار أن الكل يجمع في إطار العلاقات الدولية وفي إطار ما يسمى بأن تايوان يعتبر برميل بارود قابل للانفجار في أي وقت. وإذا ما عملت الولايات المتحدة الأمريكية وذهبت في هذا النهج ديال التحالف على مستوى يعني المحيط الهادئ والمحيط الهندي من اجل السيطره على هذه المنطقه الجيوسياسيه الحساسه، انما هناك مؤشر للقول بترقب حرب عالميه ثالثه وشيكه وقوع، على اعتبار ان روسيا وفي شن حربها على اوكرانيا وما عرفته من دعم على مستوى الغرب، وبالاضافه الى هذا حشد هذا الصف على مستوى آسيا وحشد الناتو والاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام، إنما هناك يعني لا توازن في بناء نظام عالمي جديد ربما سيكون له ولادة مشوهة للعالم على مستوى الأمن وعلى مستوى الاستقرار بل وعلى مستوى الاقتصاد، وهذا هو الأهم، على اعتبار أن هذه الأزمة العالمية الناتجة عن تحالفات والتحالفات المضادة، العقوبات الاقتصادية والعقوبات المضادة، التحالفات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إنما لا تخدم التهدئة ولا تخدم الجلوس إلى طاولة المفاوضات ولا تخدم يعني منطق الذي يقتضي في إطار ميثاق الأمم المتحدة يعني فك النزاعات المسلحة عن طريق الدبلوماسية وعن طريق الوساطة الحميدة. وبالتالي أنا أعتبر شخصيا على أن هذه الزيارة للسيد رئيس جون بايدن إنما جاءت في الزمان غير المناسب وفي المكان غير المناسب، لأن من شأنها أن تؤجج الصراع ما بين القطبين، على اعتبار أن هناك أربعة أقطاب اقتصادية على مستوى المنطقة، القطب الروسي والقطب الصيني والياباني والولايات المتحدة الأمريكية وما بينهما. وبالتالي أن الحجب لهذا الصف أو لذاك بهذه الطريقة وفي هذا الزمان، إنما أعتقد بأن سيكون صراع له آثار سلبية على التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، ونحن نعلم الآن
تقلبات اقتصادية على مستوى الطاقة وعلى مستوى الحبوب وعلى مستوى العوامل المصرفية على مستوى العالم. هذا كله سيؤثر ولا شك على الاقتصادية العالمية وخاصة الدول النامية والدول هشة، والأمم المتحدة أصبحت تدق ناقوس خطر على أن هناك خطر المجاعة إننا قادما إن عاجلا أم آجلا. وبالتالي أنا أعتبر بأن حكماء العالم وقادة العالم في هذه الظرف عوض أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات لفك النزاعات حبيا وعلى الأقل الوصول إلى الحد الأدنى من التوافقات والحد الأدنى من الشروط الذي يحفظ كل حقوق، لأن طبعا من باب الموضوعية أن روسيا لما قامت بالحرب على أوكرانيا إنما تحافظ على أمنها القومي في اعتقادها الذي هو مهدد من طرف الاتحاد الأوروبي ومن طرف الناتو ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها. وبالتالي حق لها أن تدافع وإن كان غير مسموح لها أن تستعمل القوة. الجانب الثاني من حق الولايات المتحدة الأمريكية وهي يعني لها الزعامة الاقتصادية والعسكرية وما إلى ذلك أن تنشد هذه الريادة وأن تحاول بطريقة أو بأخرى محاولة إيجاد توازن على مستوى القوى العالمية إن تعلق الأمر بالاقتصاد الاقتصادي أو تعلق شكرا لك أستاذ بالقوة العسكرية. نعم شكرا لك أستاذ حسين قنون. أستاذ عادل فرج، أنت تابعت بكل تأكيد المواقف المعبر عنها من لدن الرئيس الأمريكي في جولته في آسيا، وأيضا المواقف الأخيرة التي عبر عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بين حديث بايدن عن استعداد واشنطن للدفاع عسكريا عن تايوان في حال واجهت كما قال غزوا من الصين، وأيضا حديث بلينكن عن استعداد واشنطن للمزيد من المحادثات مع الصين ولربما مواجهة الصين من دون الدخول في حرب باردة أو حتى في حرب مباشرة، هل هذا الموقف المتذبذب هو مقصود أم أنه يعبر عن ولادة أو تبلور موقف آخر جديد للولايات المتحدة الأمريكية قيد التشكل؟ موقف، كي نفهم جيدا موقف الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نرجع ليس فقط موقف الولايات المتحدة الأمريكية في علاقتها مع الصين، مع المنظومة الدولية كيف تنظر إلى العالم. إذا رجعنا إلى خطاب بلينكن، أول ملاحظة أنه تطرق إلى 7 نقاط يحدد من خلالها السياسة الخارجية. آخر نقطة تعرض لها هي فيما يتعلق بالصراع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. لو قمنا بتحليل المعنى الذي تضمنه هذا الخطاب يمكن تقسيمه إلى 3 محاور. أولاً حدد فيه بلينكن كيفية تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين. حدد 3 استراتيجيات. يمكن أن تكون تنافسية، يمكن أن تكون تعاونية، يمكن أن تكون عدائية. إذن العلاقة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أمام 3 سيناريوهات محتملة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في نفس الخطاب يحدد وزير الخارجية من هم من سيقومون أو بإدارة أو بإعطاء معنى لما يسمى بالتنافسية أو العدائية أو التعاونية، بتأكيده على 3 عناصر أساسية هي أولا دور الشركات الأمريكية، دور التكنولوجيا الأمريكية، دور العاملين الأمريكيين، نوع من التناغم والتجانس ما بين السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها المحلية، إلى جانب تحديده إلى كيف ستكون هذه الاستراتيجية في تعامل مع الصين، إلى تحديد الفاعلين الذين سيقودون هذه الاستراتيجية. أشار كذلك إلى المنظومة الإنسانية. الخطاب لو قمنا بتحليله سنعرف جيدا موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الصين. هناك مبادئ العلاقات وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، أسندتها إلى الشركات متعددة الجنسيات وإلى التكنولوجيا الأمريكية وإلى المزاوجة ما بين السياسة الخارجية والسياسة المحلية الولايات المتحدة الأمريكية ودور العاملين الأمريكيين. وحينما يشير بلينكن إلى مفهوم الاستراتيجية المؤقتة في التعامل مع الصين، فهو يدرك جيدا الخلاف الواقع في المنطقة الآسيوية، يدرك الصراع ما بين الصين وتايوان، يدرك الصراع ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، يدرك التواجد العسكري المهم بالمنطقة، يدرك الرأسمال الصيني المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية في شكل استثمارات. أنهى خطابه بماذا؟ بملاحظة أخرى أنه الولايات المتحدة الأمريكية
فيما يتعلق بسياستها التي قد تكون تنافسية أو تعاونية أو بناء على عدائية، الهدف منها ماذا؟ هو أولا احترام القانون، احترام النظام الدولي الحالي، احترام الاتفاقيات الدولية، احترام قيم ومبادئ العلاقات الدولية، كأنه خطاب تعبوي لينهي في الأخير، كملاحظة أخيرة لينهي في الأخير ما إلى ماذا سيشير؟ سيشير إلى أنه عندما تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية أصبحنا نشهد حاليا نوع من الفوضى، نوع من الإكراه المتزايد، كما هو الشأن كما أشرت فيما يتعلق بالصراع ما بين الصين وتايوان. إذن هنا ماذا يمكن أن نستنتج؟ بالنسبة لي شخصيا أن الخطاب ديال بلينكن هو خطاب يمكن قراءته بشكلين، حدد فيه السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، حدد فيه الآليات اتجاه الصين، وفي نفس الوقت يجب على المنظومة الدولية يجب أن نقرأ هذا الخطاب بنوع من النفعية، أي كيف نستفيد من هذه النفعية. إذن الخطاب مضمون تضمن 7 نقاط، حدد فيه استراتيجية التعامل مع هذه المنطقة. فعلا هناك من يجب أن لا نبالغ شيئا ما في التفاؤل، احتمال الحرب وارد، ولكن أظن طيب. أن احتمال طيب. الحرب في هذه المنطقة، احتمال الحرب في هذه المنطقة بالضبط رهين بمدى استمرارية الأزمة السورية الأوكرانية، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية إما تريد انتصارا مزدوجا أو تبحث عن بديل لتبرير هزيمتها مثلا في منطقة معينة طيب. كما وقع سابقا في أفغانستان. شكرا لك أستاذ عادل فرج. أستاذ الحسين قنون، حتى في خطاب بلينكن نلمس هذه النبرة التي هي تعبر عن إدراك قدرة الصين لربما على تغيير أو فرض نموذجها الاقتصادي والمجتمعي والسياسي في العالم. هناك تخوف واضح، وهذا عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي، تحدث عن النموذج الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية، عن قيم الحرية والانفتاح والليبرالية وغير ذلك، وتحدث أيضا عن النموذج الصيني. هل نجد في هذا التشخيص لنقل على الأقل تعبيرا عن حقيقة المخاوف الأمريكية تجاه الصين؟ نعم محمد، وسأضعك في الإطار العام الذي أدى بسيد بلينكن ولا سيد الرئيس جو بايدن إلى ما ذهب إليه من صريحات مشفرة أو صريحة أو ضمنية، وهو أن رئيس سابق أوباما كان له هذا التوجه وهذه الاستراتيجية على مستوى منطقة آسيا والبحر، البحرين الهادئ والمحيط، في علاقته بالصين. انطلاقا نحن نعتبر بأن يعني الديمقراطيين على وجه الخصوص إنما يستاقون جل توجهاتهم من شيخ الدبلوماسية، أسميه شيخ دبلوماسية كيسنجر، الذي يعتقد على أن ما نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادي والعسكري والمالي وما إلى ذلك لا يمكن أن يتأتى إلى بتحكمها في هذه المنطقة الحساسة جيوستراتيجية. وبالتالي أنا أعتبر بأن السيد باراك أوباما لم يذهب في هذا الاتجاه لأنه كان منشغلا بالحرب ضد الدول الإسلامية والإرهاب، ثم أن تزامن ذلك الحرب الروسية الأوكرانية خلال 2014. وبالتالي لما يعني وصل جو بايدن وفريقه إلى الحكم يعني قام بهذه الزيارة وحاول إحياء هذه الدبلوماسية في هذه المنطقة الحساسة بالخصوص. وبالتالي أن تصريح السيد وزير الخارجية ولا السيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إنما تنم عن إدراكهم الإدراك التام على أن الصين إنما القوة الصاعدة بسلاسة وبهدوء وبقوة صعود اقتصادي من شأنه أن يكون له الريادة العالمية، وهذا ما لا تقبله الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التنافس الاقتصادي والهيمنة على الريادة على العالم. الجانب الثاني، القادة الأمريكيين الآن هم يعلمون علم اليقين على أن إذا لم يستعملوا بين قوسين سجل تجاري للتايوان وجعله بؤرة توتر في إطار يعني ما يسمى بالابتزاز الصيني واستعمال هذه الورقة، أنا أقول لك على مستوى التاريخ بكل أمانة هناك يعني نقطة تقاسم
ما بين علاقة أوكرانيا مع روسيا وعلاقة تايوان مع الصين على مستوى التاريخ، على اعتبار أنه تاريخيا كانت لهذه المنطقتين يعني تبعية على مستوى الأصل، أوكرانيا إلى روسيا وتايوان إلى جمهورية الصين الشعبية، وبالتالي تقاسم وجهات النظر من هذا الجانب إنما يؤشر على أن إذا حدثت حرب صينية على تايوان وكان تدخل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ومن معها، إنما نكون أمام حرب عالمية ثالثة بكل مقومات الحرب العالمية الثالثة، وما سيعرفه من آثار سلبية والمتضرر فيها هو الاقتصاديات العالمية والبشرية والتجارة. وبالتالي أنا أعتبر بأن على الأمم المتحدة، وإن بانت على ضعف على مستوى العشر سنوات الأخيرة، أن تتدخل بما لها من طبيعة الحال من قوة في إطار المادة 6 وفي إطار المادة 7، إن لم يكن هناك حق الفيتو لبعض الدول للدول التي لهم حق الفيتو، الدول الخمس، أن تعمل على القيام باستتمام الأمن والأمان والسلم والسلام على مستوى هذه المناطق التي تندر ربما بتفجير غير قابل للتحكم فيه إن حدث. وبالتالي التصريح الضمني لسيد جو بايدن ولسيد بلينكين على أن هذه المنطقة جيوستراتيجية إنما لها نفوذ معنوي للولايات المتحدة، إنما هو شكل هذه التصريحات هي مستفزة للصين، وأن الصين ترد عليها بطريقة مباشرة وردت عليها عن طريق وزارة خارجيتها التي تعتبر بأن هذه الزيارة والتصريحات للمسؤولين الأمريكان إنما يؤشر على يعني إعادة السيطرة من جديد وإعادة إحياء هذه المنطقة والتحكم فيها، على اعتبار أن هذه الممرات البحرية على مستوى المحيط الهادي والمحيط الهندي على مستوى تايوان وبحر الصين الجنوبي والشرقي، إنما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هو شريان الاقتصاد والتجارة التي من شأنها أن تروج من خلالها يعني الولايات المتحدة الأمريكية تجارتها. وما الاتفاقيات التي حدثت مع كوريا الجنوبية على مستوى يعني طيب. هذه نوع من الصناعات المتطورة على مستوى السيارات وعلى مستوى العالم الرقمي، والاتفاقيات التي أبرمتها مع اليابان إنما تؤكد عزم الولايات المتحدة الأمريكية في الذهاب بعيدا في هذه الاستراتيجية التي من شأنها أن تستفز الصين، ومن شأنها كذلك أن تقرب وجهات النظر ما بين الصين وروسيا لتشكل حلف مضاد من شأنه أن يحدث التوازن في إطار توازن الرعب وفي إطار توازن القوى العالمية، حتى لا تكون هناك قطبية وحيدة من شأنها أن تقود العالم ربما إلى نظام عالمي لا يخدم لا السلم ولا السلام، شكرا لك أستاذ البشرية جنون. ولا يخدم الاقتصاد العالمي. شكرا لك أستاذ جنون. أستاذ عادل فرج، الصينيون يتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من وجود اتفاقات بخصوص مبدأ الصين الواحدة، وهي اتفاقات ليست جديدة بل قديمة جدا وتشكل إحدى ثوابت لنقل السياسات الدولية نحو 180 أو أكثر 180 دولة تتعامل على هذا الأساس مع الصين الواحدة بما فيها تايوان، لكن الصينيون يقولون بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي منخرطة في مسألة تجويف مبدأ الصين الواحدة. هل هناك عناصر جديدة تدعم هذا الموقف؟ سأنطلق من تصريح وزير خارجية الصين حينما أشار إلى كيف للولايات المتحدة الأمريكية عدم تواجدها جغرافيا في المنطقة ومع ذلك تحاول التدخل في هذه المنطقة. إذن ما يطرح حاليا هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الحفاظ على هيمنتها. الصين باعتراف بلينكين نفسه من خلال الخطاب ديالو يشير أن الصين أصبحت قوة اقتصادية وقوة عسكرية، هي الوحيدة التي لها نية في تغيير المنظومة الدولية وتمتلك جميع الإمكانيات. شخصيا أعتقد أنه لن يذهب هناك صراع عسكري مباشر، رغم أن زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صادفتها بعد المناوشات العسكرية أي إظهار القوة بين الطرفين. إذا أعتقد أنه من تصريح خطاب السيد بلينكين أنه لا نريد إعلان حرب، لن نقوم بحرب باردة، هناك تنويع في الاستراتيجيات ما بين ما هو تنافسي وما بين هو عدائي وما بين هو
في إطار التعاون. إذن أظن أن الصراع الآن هو سيكون صراع اقتصادي محض. لهذا لا يعني عدم تواجد قوات عسكرية في هذه المنطقة، أي أكثر من 90,000 عسكري أمريكي في المنطقة. أظن أننا الآن سنشهد ربما مستقبلا سنشهد ما يسمى بالحروب الجديدة أو الحروب الذكية، التي تعتمد تطور تكنولوجي، وهذا مصرح به من خلال خطاب وزير الخارجية الأمريكي. سنشهد أهمية دور الشركات المتعددة الجنسيات. إذن ما دام يعلن وزير خارجية أنه لا يريد مواجهة عسكرية مباشرة ولا يريد نفس الآليات، إذن الهدف ماذا؟ الهدف هو إضعاف استنزاف ليس استنزاف القوة الصينية، بل استنزاف قوة القدرة الصينية على امتلاك أو على تحقيق رغبتها الاقتصادية والعسكرية. الآن سيناريو مفتوح على جميع الاحتمالات، تطويق اقتصادي، لكن يجب أن نعي جيدا مجموعة من المعطيات الأخرى. هذه السياسة التي تبني فيها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة الآسيوية، وفي نفس الوقت نجد وزير الخارجية الأمريكي يصرح بأنها استراتيجية مؤقتة ويعترف بقوة الصين. إذن هناك عدم انضباط الحلف الذي قامت بخلقه الولايات المتحدة الأمريكية، أي ما يسمى بحلف كواد. أولاً كيف يمكن، لا يمكن لهذا الحلف، هو يصرح في خطابه تنشيط التعاون الدبلوماسي، من أحد النقط التي أشار إليها السيد وزير الخارجية. يشير كذلك إلى مفهوم تجديد الديمقراطية. إذن الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تعتمد على الهند، أظن أن هناك اجتماع سابق في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك اجتماع آخر لمجموعة كواد. لكن هذا بين أهداف. عفواً، هذا الوضع يبرز أيضاً نوعاً من التعقيد. إذا كانت الهند تمالئ الولايات المتحدة في هذه النقطة، هي علاقتها السيئة مع الصين وعلاقتها الجيدة مع روسيا أيضاً. كيف يمكن فهم توزيع العلاقات والممالئات أيضاً؟ تفضل. نعم سيدي، ما أردت قوله هو أن التحالف التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية خلقه في المنطقة هو يحمل عناصر الضعف. لا أعرف كيف أنهم يؤكدون على هذا التحالف. أولاً سأعطي عناصر الضعف فيما يتعلق بحلف كواد. أولاً الهند ليس لها موقف صريح من الأزمة الروسية الأوكرانية. الهند لم تدن في هيئة الأمم المتحدة خروقات حقوق الإنسان التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم بها روسيا. ثانياً الهند لا زالت في علاقات مباشرة مع روسيا. ما لم تنتبه إليه الولايات المتحدة الأمريكية أن الهند تعتبر من أحد مستوردي الأسلحة الروسية. بمعنى آخر، هل الصفقة هي صفقة تمويل الهند؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن بديل في علاقتها مع الهند؟ هذه الملاحظة الأولى بالنسبة. وعلاقتها السيئة أيضا مع الصين الهند. نعم سيدي، رغم تواجدها في الحلف، رغم خلق واحد فقاعة إعلامية بكونها حليف، لكن هناك نقطة ضعف كذلك بالنسبة للهند، وهو المناوشات ما بين الصين والهند على منطقة كشمير. إذا احتمال بؤرة عسكرية يمكن أن تنحل في أي وقت. فيما يتعلق بالحليفين الثانيين، لا ننسى أن اليابان كانت مستعمرة لكوريا. إذا هناك انعدام نوع من الثقة ما بين الطرفين. كوريا يجب أن نعرف كذلك أن وصول الرئيس الجديد وتلك الرغبة الجامحة لديه في قد صرح بها في خطاب رسمي بأنه يود أن يلقن درسا لكوريا الشمالية. إذن هناك عدة بؤر للنزاع. الولايات المتحدة الأمريكية حاولت خلق هذا الحلف. كذلك يجب أن لا ننسى أن دور أستراليا كذلك، ويجب أن لا ننسى كذلك ما وقع سابقا فيما يتعلق بقضية الغواصات. طيب. أستراليا تبحث عن الدخول في مجموعة الدول النووية. إذن التحالف الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية أظن أنه ليس تحالفا عسكريا، هو تحالف حروب ذكية، هو تحالف حروب
تكنولوجيا أو ما يسمى بحروب الجيل الرابع. طيب وانطلق من عفوا على المقاطعة أستاذ عادل فرج، ودعني فقط نشترك معنا أيضا الأستاذ حسين جنون. انطلق مما قلته هو أيضا من تصريح وزير الخارجية الأمريكي حينما قال بأن الولايات المتحدة هي تقود تحالفا طويل الأمد ضد محاولات أو ضد التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي، يقصد الصين بكل تأكيد. دعنا نركز شيئا ما على منطقة الهادئ التي فيها امتياز عسكري كبير جدا لفائدة الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هناك مساعي صينية من أجل التواصل مع الدول الجزرية في هذا المحيط من أجل ربما تعزيز النفوذ وتحقيق بعض المكاسب. هل هذه المساعي الصينية يمكن أن تحدث ذلك التوازن الذي طال انتظاره بالنسبة للصينيين؟ نعم أستاذ سي محمد، يجب الإشارة قبلها إذا تفضلت وإذا تكرمت على أن الولايات المتحدة الأمريكية بمد يدها إلى كوريا الجنوبية ليس حبا فيها ولا حبا في اقتصادها ولا في الاتفاقيات التي أبرمتها أو ستبرمها مستقبلا، لأنها تعي خطر كوريا الشمالية وتصنيعها أو امتلاكها للسلاح النووي. ولا طالما نادت الولايات المتحدة الأمريكية في عدة حكومات سابقة وعدة رؤى سابقة محاولة تني وحد كوريا الجنوبية من امتلاكها للسلاح النووي الذي تعتبره الولايات المتحدة هو مزعج في المنطقة ومزعج لها. وما دخولها لهذا التحالف على مستوى كوريا الجنوبية واليابان والمنظومة في إطار كواد ومحاولة السيطرة و يعني محاولة القبض على بزمام الأمور في هذه المنطقة والتحكم فيها، إنما محاولة أولا لإضعاف الصين وكوريا الشمالية ومن خلالهما إضعاف روسيا ومن معها. وبالتالي إذا ما رجعنا إلى الصين، وهو يجب أن نعلم على أن منحنى التفوق الاقتصادي المضطرد للصين خلال 20 سنة الماضية، نجد أنه يعرف تقدما مبهرا يفيد على أن الصين يعني في حدود 20 سنة المقبلة إنما إذا ذهبت في هذا المنحنى ستتربع على الاقتصاد العالمي بكل مقاييس يعني الدولية وبكل معايير الاقتصادية والتجارية وما إلى ذلك. وبالتالي الصين وفي محاولة سياستها أقول هادئة وسياستها الناعمة، سواء تعلق الأمر في علاقتها بدول المنطقة الأسيوية أو في علاقتها بروسيا أو في علاقتها بالدول المتعددة يعني على مستوى إفريقيا على مستوى آسيا على مستوى الدول العربية على مستوى أمريكا، وما دخلت معهم في هذه الشراكات الاستراتيجية أقول استراتيجية القوية بمليارات الدولارات ومليارات دولارات من الحجم الاقتصادي على جميع الأصعدة، إنما تقوي نفوذها الاقتصادي ومن خلاله نفوذها الدبلوماسي والسياسي ومن خلالها كذلك نفوذها العسكري، على اعتبار أن الصين هي التي يمكن على مستوى المستقبل أن تكون إما يعني قائدة العالم بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية وهذه ما تخشى هذه الأخيرة، وإما أنها هي التي يمكن أن تحدث يعني التوازن بتنسيق من طبيعة الحال مع 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 روسيا. وبالتالي أنا أعتبر بأن سياسة الصين إنما هي سياسة هادئة، سياسة هادفة من شأنها أن تذهب بالصين إلى يعني الوقوف الند بالند لكل القوى العالمية من خلالها، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول بكل طرق بأن تعمل على تقزيم الصين ومن خلال تقزيم روسيا لتكون تلك الولايات المتحدة الأمريكية ذلك الدولة الرائدة المتربعة على العالم اقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا وسياسيا وما إلى ذلك. وبالتالي أنا أعتبر بأن مصلحة العالم في أن يكون هناك توازن، لأن لا توازن وانفراد أحد القطبية في قيادة العالم دون الآخر سواء تعلق الأمر بالقطب الشرقي أو بالقطب يعني الجنوبي أو بالقطب الوسط أو ما يعرف الآن في إطار التكتلات الاقتصادية، لأن الدول الآن المنفردة لا يمكن في المستقبل بأن مجموعات اقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، مجموعة فيرسغراد، مجموعة السبع، دول صناعية الاقتصاديات التي تبرم على مستوى القاري والجهوي والدولي، هذه الاقتصاديات وهذه المجموعات الاقتصادية بل والشركات المعدل الجنسية اللي عندها يعني فراس مالها
الملايير اللي في بعض الأحيان تفوت ميزانية الدولة، هذه تشكل يعني جماعة ضاغطة. إن تعلق الأمر بالضغط الإيجابي الذي يخدم الاقتصاد العالمي أو الضغط السلبي في إطار اللوبيات، ونحن طيب. نعلم على أن الضغط التي تمارسه اللوبيات يعني المتاجرة في السلاح إن على مستوى العلن أو على مستوى الخفاء، والتجار في تبييض الأموال ومحاولة التأثير على الاقتصاد العالمي وخاصة المصرفي منه في إطار العالم الرقمي، أعتقد جازما على أن هذه المجموعات وهذه الشركات وهذه اللوبيات إنما تساهم في صناعة القرار الدولي بالشكل الذي تريده وبالشكل الذي يخدم مصلحتها، وربما لا يخدم في بعض الأحيان مصلحة العالم. شكرا لك أستاذ جنون. لأن نعم عودنا على المقاطعة، فقط لا أريد أن نغفل العنصر وهو من العناصر الأساسية في تشكل هذه الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو العنصر الذي بالمناسبة ليس جديدا أستاذ عادل فرج، وهو تايوان. الصينيون يعبرون صراحة بأن طموحهم في النهاية هو إعادة تحقيق التوحيد الوطني الكامل، بما لربما يشمل أيضا تايوان بكل تأكيد، ويقولون بأن هذا طموح الصينيين جميعهم وبأنه ليس هناك مجال للتسوية. ماذا يقول القانون الدولي في هذه النقطة بالنظر إلى الاتفاقيات التي هي موجودة، وأيضا من ناحية الاستراتيجية هل يمكن أن تكون تايوان نقطة التحول الأساسية والمركزية؟ أولا يجب أن ننطلق بميثاق هيئة الأمم المتحدة. ينص ميثاق هيئة الأمم المتحدة على أن جميع الدول يجب أن تحترم السيادة فيما بين سيادة الدول في علاقتها مع بعضها. هذه أول مرحلة. ثاني حاجة، هناك محظور استعمال أساليب العنف في أو السلاح أو إلى غير ذلك في العلاقات الدولية. الوحيد المخول له استعمال هذا استعمال العنف المشروع هو مجلس الأمن. نعرف تاريخيا أن الصين والتايوان تتمتع بحكم ذاتي، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات والمصادقة عليها. أظن استراتيجيا وحتى جيوسياسيا الخطأ الذي سترتكبه الصين هو إن قابت بغزو تايوان. هنا ستجد المنظومة الدولية تعارض بشكل عام موقف الولايات، موقف الصين من هذا التدخل العسكري. هذا الطموح التوحيدي لدى الصينيين بشأن تايوان هل هو يتعارض مع الاتفاقيات؟ لأنه هناك مبدأ الصين الواحدة. هناك تعارض الإبادة، لأنه تايوان تم منحها أنها سيتم اعتماد حكم ذاتي، أي هي ستدير أمورها بنفسها. تدخل إعادة الصين، هناك قنوات دبلوماسية ليس بالضرورة بالمبارزة العسكرية. أظن أنه إن تم فتح حوار أو خطاب، أو تمت هناك مجموعة من الآليات التي تقرر فيها الولايات المتحدة لحل مجموعة من الخلافات الحدودية، يمكن لماذا نلجأ إلى الأسلحة، لماذا نلجأ إلى العنف في حين هناك إمكانية تقرير المصير، هناك إمكانية استفتاء، هناك إمكانية وساطة، هناك عديد من الآليات التي أقرها ميثاق هيئة الأمم المتحدة. طيب. إذن أعتقد شخصيا أن الصين ليست غبية حتى تقوم بغزو تايوان. الصين كما يراد للصين أن تضعف ستريد هي لتايوان. سأشرح هذه الجملة بكل بساطة. الآن الاستراتيجية التي تبنى على الصين هي محاولة إضعافها، هي محاولة توحيد تقنين أو الحد من تواصلها نحو العالم، هو شيطنة الصين. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تبني استراتيجية، تبني جليد من التلج حول الصين. من شأنه أولا الهدف ماذا؟ هو الحد من تلك السرعة التي يتطور بها الاقتصاد الصيني. لا ننسى أن الصين الآن تتعامل بشكل غير مباشر، نفس السياسة هي التي تعامل بها الصين مع تايوان. نحن نعرف أنه لا يجب أن ننسى الدور الذي تقوم به تايوان اقتصاديا في كل ما يتعلق بالصناعات الذكية والصناعات المتطورة. إذن أظن أن السياسة التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقها على الصين، أي لا حرب، أي لا نزاع، لا نريد حربا باردة، ولكن سنحرك شركاتنا، سنحرك الرأسمال الأمريكي، سنحرك التكنولوجيا الأمريكية، نفس الشيء ستقوم به الصين تجاه تايوان. لماذا؟ لأن الكل
يريد تحقيق مطالب ومكاسب اقتصادية وسياسية بعيدا عن المواثيق الدولية، بعيدا عن رقابة المنظومة الدولية، وبعيدا عن ميثاق هيئة الأمم المتحدة. طيب شكرا لك أستاذ عادل فرج. أستاذ حسين قنون، هل بهذا التوصيف أيضا، وإذا لاحظنا منحنى النبرة الأمريكية بين خطاب بايدن ومواقفه وبين خطاب وزير الخارجية الأمريكي بالأمس، هل الخطاب الأمريكي ينحو نحو بعض التهدئة بعد لنقل هذا الانزلاق في التعبير في الفترة السابقة؟ نعم أستاذ محمد، من خلال التعبيرين أو التصريحين المعبر عنهما من طرف السيد جو بايدن ولا من طرف السيد بلينكين في هذه الفترة أقول حساسة بالضبط، وهو أن إن شعرت الصين بأن هناك خطر يهدد أمنها القومي انطلاقا من نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى تايوان والدول، يعني دول المنطقة، حينما قلت آنفا على أن هناك نقط تشابه ما بين روسيا مع أوكرانيا والتايوان مع روسيا مع 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 الصين، إنما أقصد على أن إذا ما عملت الولايات المتحدة الأمريكية تهديد نفوذ الاقتصادي والنفوذ العسكري والأمني للصين من خلال تواجدها العسكري وتواجدها الاقتصادي ومحاولة تقزيم الصين، إنما للصين حق المشروع في إطار، لأن القانون الدولي كما نعلم، القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، ما هو كائن؟ هو أن بنود ملزمة لكل دول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولكن نحن نعطي مثال في التاريخ، الولايات المتحدة الأمريكية لما غزت العراق وعملت على تنظيم على تغيير نظامها السياسي، ألم يكن ذلك مخالف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة؟ وبالتالي أنا أعتبر بأن الصين إذا عملت على غزو تايوان فمن تاريخها أنها تعتقد على أن تايوان إنما هي جزء من الصين، ومن حقها أن تدافع على أمنها القومي وعلى حقوقها ومصالحها العليا والاستراتيجية، باعتبار أن الصين هي ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن ولا حق الفيتو، كما أن للولايات المتحدة الأمريكية نفس الدور ونفس الآثار. وبالتالي أنا أعتقد حينما قلت بأن ربما هناك، هل كون هل كون الخلاف الآن هو بين أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن يمتلكون حق الفيتو يجعل مسألة التسوية في إطار مجلس الأمن وبنود ميثاق الأمم المتحدة هي متعذرة لكون هذه القوى لديها حق النقض الفيتو، وبالتالي ذلك يفسح المجال أمام إمكانيات أخرى لحسم الخلافات بأدوات القوة الاقتصادية؟ نعم، والعسكرية وغير ذلك. نعم أحييك على هذا التوجه الهادي والبليغ، والذي تبين للعالم وللأمم المتحدة ولكل العقلاء ولكل الحكماء إنما الطريقة التي شكل بها مجلس الأمن وأثر الأعضاء الخمسة وحقهم في الفيتو، إنما هذا مخالف لكل قوانين ديال العالم، ومخالف للطبيعة البشرية، ومخالف للقوانين ذات الصيرة، ومخالف للقوانين التي من شأنها أن تكون ذات يعني المساواة والعدل. كيف لخمس دول أعضاء دائمة لهم حق الفيتو في الوقت الذي نجد مثلا إفريقيا ككل دول قارة بكاملها ليست لها العضوية الكاملة؟ أنا من حق يعني على الأقل يكونوا خمس قارات بخمس أعضاء دائمين العضوية ولهم حق الفيتو، بدلا من هاد الخمسة المتمثلة في الصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أنا أعتبر بأن وكأن هاد قادة العالم وكأن هذه القوى العالمية إنما لا تريد يعني الخير للبشرية، على اعتبار أن كلما كانت الحروب وكلما كثرت النزاعات وكلما كثر الفساد مفهومه العام، الفساد الاقتصادي والفساد المالي والفساد البيئي وما ترتب عنه من مجاعات ومن أوبئة، إنما يريدون الخلاص من البشرية بطريقة أو بأخرى. ولكن أنا أعتبر بأن العالم أصبح واحداً على المناشدة التنمية المستدامة، إنما يتعارض ذلك مع الحروب طيب والحروب الدولية. شكرا لك أستاذ حسين قنون، تداركنا الوقت، شكرا جزيلا لك. أستاذ عادل فرج، في الهادئ هناك صراع أصبح بارزا في الواقع بين الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تمتلك لربما نقاط ارتكاز أكثر تقدما في هذه المنطقة، وبين الصين التي تسارع الخطى من أجل لربما تثبيت نقاط نفوذ
في الدول الجذورية في هذه المنطقة. هل من السهل إعادة توازن بالنسبة للصين التي تبدو متأخرة في هذا المجال في هذه المنطقة بالذات؟ وهل هذا المجال المحيطي الشاسع يمكن أن يتحول إلى ساحة صراع نفوذ؟ سأوضح الفكر الصيني كيف يفكرون. الصين لا تفكر بما هو جغرافي. الصين متحكمة بطريقة غير مباشرة في الاقتصاد الأمريكي. الشركات الصينية، الرأس مال الصيني متواجد داخل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية أن التطور التكنولوجي، يجب أن نفهم أن التطور التكنولوجي الصيني ليس من عدم، بل هو من اكتشاف، من تواجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أي في قلب الولايات المتحدة الأمريكية. أما فيما يتعلق بالجزر، سأعطي مثالا بسيط. حينما وقعت مناوشات بين الهند والصين حول منطقة كشمير، لم تستعمل الصين بارجات حربية، لم تستعمل موارد بشرية كبيرة، استعملت تطور تكنولوجي، جعلت جميع الهنود يسامحون في التجهيزات ويفرون بعيدا. إذن تطور تكنولوجي العسكري متطور بالنسبة للصين. الصين لا تلعب بسيناريو واحد، تلعب بعدة سيناريوهات. إذن الآن فعلا نشعر بنوع من التهديد، على اعتبار أن الحرب لم تنتهي بعد في روسيا، ما بين روسيا وأوكرانيا. الولايات المتحدة الأمريكية بشكل بسيط، بشكل عادي، تعتقد أن الصين هي الحليف، أو هي الخطر الأساسي الذي يجب مواجهته. تواجدها في الجزر المحيطة، أو محاولة تطويق الصين، هذه تعتبر استراتيجيات عسكرية تقليدية. الصين انظر فيما يتعلق في تطوير الاتصالات. الصين تمتلك شبكات خاصة بها، أقمار اصطناعية خاصة بها، بعيدا، ليست في حاجة إلى منظومة، ليست في حاجة إلى مساعدة، ليست في حاجة إلى تعاون دول أو حلفاء أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن قوة روسيا من الصين، إذن يجب مهاجمة الصين حتى تعيد التفكير في دعمها للحرب الروسية الأوكرانية. إذن العالم الآن، أنا شخصيا كنا في وقت من الأوقات نشاهد في التلفزة مجموعة من الحروب عسكريا. أظن أن الآن هناك خاصيتين للحروب القادمة، لن تعرف من هو العدو، وستكون أداتها الأساسية ما هي؟ هي التطور التكنولوجي. من يصل إلى تطور تكنولوجي مهم لا يمكن وضع حدود لمطامحه السياسية والاقتصادية. طيب، شكرا جزيلا لك أستاذ عادل فرج، مدير المرصد الدولي للدراسات والبحوث الجيوسياسية والجيوستراتيجية. نشكر أيضا ضيفنا الأستاذ الحسين قنون، رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. دائما للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني mediaantv.com. إلى اللقاء.